المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل. جسبان إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد أكيد الهام شانيل. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بخصوص الشهر، تحديدا بخصوص علاج الشيب وأيضا صباغة الشعر باللون البني للعيد بمكونات طبيعية وبدون حنة ولا أكسجين، وأيضا كتعالج الشيب كما سبق لي وذكرت، والنتيجة مذهلة مجربة ومضمونة 100%. فنتمنى يا ربي أنكم تجربوها وترجعوا لهذا الفيديو تكتبوا لينا كيفاش جاتكم الوصفه، واش عجبتكم واش ما عجبتكمش، واش تواتت معكم او لما تواتتش معكم، عطيونا جميع التفاصيل، فاحنا اكيد اكيد نبغيو نرحبوا بكل تفاصيلكم. بالنسبه للمكونات وطريقه التحضير وطريقه الاستخدام والاستعمال كيف ما معودكم دائما، قبل ما نمشيو نتعرفوا عليها فنبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناه سواء النساء رجال، مرحبا بكل ومرحبا بالجميع. الا كنتوا اول مره كتزوروا هذا لاشين فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، ايضا تفعلوا زر الجرس، خليوا لنا التعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، استفسارات ديالكم، وكل ما كيتعلق بكم انا اكيد نبغي نرحب به على راس والعين. وبسم الله على بركة الله غنمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفة هذه باش ما نطولش عليكم اكثر في المقدمة ديال هذا الفيديو. فاول مكون غادي نحتاجوا له هو واحد البيضة، يعني الصفار ديالها والبياض ديالها. بالنسبة للبيض اللي خديت هنا فهو بيض بلدي، ممكن تاخذوا غير البيض العادي فهو ممتاز ورائع جدا، غير انا توفر عندي البيض البلدي فغادي نستخدمه في هذه الوصفة. فكما قلت لكم غنستخدموا بيضه بالكامل اي بالصفار وبالبياض ايضا. بالنسبه للكميه تاع البيض كتبقى على حسب الطول والكثافه تاع الشعر، الا كان شعر طويل الا كان شعر كثيف ما غتكفيكمش يعني بيضه واحده، خصكم جوج ثلاثه اربعه خمسه، عينكم ميزانكم. بالنسبه لثاني مكون غنحتاجوا له هو الكركم او الخرقوم البلدي. بالنسبه للكركم معروف بالفوائد ديالو الرائعه سواء للبشره ولا الشعر، وغادي يجينا مزيان ويتواتى مع اللون ديال الشعر باللون البني. بالنسبه للثالث مكون غادي نحتاجوا له هو القرنفل المطحون. وبالنسبه للرابع مكون اللي غادي نحتاجوا له هو القهوه سريعه الذوبان او القهوه حبيبات، خذوا اي نوعيه تناسبكم، انا خديت هذه النوعيه. وغادي نحتاجوا ايضا الكاكاو المر، وغادي نحتاجو ايضا الخل التفاح لتثبيت وتعزيز اللون. ممكن تعويضو بمطبوخ الشاي، بمطبوخ البابونج، مطبوخ الباربا، يعني على حسب الشوا ديالكم. ايضا ممكن تعويضو ديرو حتى بعصير الحامض، واحد جوج حامضات معصورين و يعني تستخدموهم في هذه الوصفه. اخر شيء هو البلاستيك الغذائي المساند الرسمي ديالنا كما تنعرفوا. فهادو هما كل العناصر اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه بخصوص صباغه الشعر باللون البني للعيد. بزاف الناس غيبغيو هكذا يصبغوا الشعر ديالهم باللون البني بمواد طبيعيه بلا ما ندخلوا لا حنه ولا مكونات يعني كيماويه. اكيد الحنه ماشي ماده كيماويه، وانما كاين بعض السيدات ما كيفضلوهاش، ما كيبغوش الحنه في حد ذاتها. فاكيد تحت طلب دوك السيدات جئتكم بوصفه اليوم بدون حنه، والناس اللي كيبغيو الحنه فان شاء الله راه غادي نجيكم بوصفه طبيعيه بالحنه المغربيه ديالنا. فبسم الله ندوزوا لطريقه تحضير الوصفه. غادي ناخذ كميه من القهوه سريعه الذوبان او القهوه حبيبات تقريبا واحد جوج المعالق. غادي نضيفوا الكاكاو المر واحد ملعقه، غادي نضيفوا واحد ملعقه ايضا من القرنفل، وغادي نضيف واحد ملعقه من الكركم. الكميه كتبقى على حسب الطول والكثافه تاع الشعر. فهادو هما كل العناصر، غادي نخلطهم. ومن بعد الى احتاجت يعني جاني القوام اللي هو سائل غادي نزيد نضيف البودرات، جاني قوام عاقد فغادي نضيف خل التفاح. نحاولوا نخلطو مزيان.
غادي نزيد نضيف خل التفاح اكيد فقط لتعزيز وتثبيت اللون. وهذه هي الوصفة ديال اليوم، القوام ديالها رائع. لاحظوا معايا كيفاش عامل القوام ديالها وحتى الرائحة ديالها، وانا كنخلط فيها الان يعني رائحة منعشة وزكية. انا غنحتفظ بها بهذا القوام هذا. نتوما الا بغيتو تحتفظوا بها بقوام سائل او عقد اكثر فما عليكم الا اضافة اما الخل اما بودرات اللي استخدمنا اليوم في هذه الوصفة. فكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم. بالنسبة للطريقة ديال التطبيق ديالها فما عليكم الا تاخذوا الشعر ديالكم تقسموه الى نصفين، توزعوا الوصفة بالتساوي وتخليوها لمدة ديال ساعة الا عندكم شيب قليل. اما الا عندكم شيب كثير وبغيتوا لون بني غامق فخليوها اكثر من ساعة باش تنجح معكم منذ اول استخدام. ومن بعد ما كتنتهيو من هذا الايطاب ولا من هذه المرحله كتاخذوا البلاستيك الغذائي وكتلفوه على الشعر ديالكم او تثبتوه على الشعر ديالكم. وبالصحه والراحه لاي سيده ولا لاي شخص غادي يجرب هذه الوصفه هذه. فكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى يا رب انها نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالبارطاج او انكم تشاركوها مع صديقات ديالكم لتعم الفائده للجميع. ما تنساوناش بالبيك لايك، الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. موعدي معكم يتجدد باذن الله في فيديو قادم ان شاء الله.